أهلا بكم. مواطن في بجاية يتكفل بنصب كاميرات مراقبة في مصلحة كوفيد-19 بمستشفى بجاية. تكفل أحد المواطنين بوضع كاميرات عالية الجودة داخل غرف الإنعاش لمرضى فيروس كورونا كوفيد-19 بمستشفى خليل عمران للمراقبة الدائمة للمرضى داخل هذه المصلحة والتدخل السريع في أي لحظة. وقد لاقت هذه الصور وهذه المبادرة ترحيبا وتشجيعا وشكرا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمبادرة هذا المواطن الذي سيمكن من خلال ذلك بالتكفل الأحسن بالمصابين بفيروس كورونا، خصوصا داخل مصلحة الإنعاش الخاصة بمصابين بفيروس كورونا والتي تتطلب مراقبة دائمة ومتابعة دائمة من طرف الأطقم الطبية. فكل التحية والتقدير لمثل هذه المبادرات ولهذا المواطن الذي رفض الكشف عن هويته وقام بهذا الإنجاز، فضلا وشكرا ولوجه الله تعالى وفقط. ألف تحية وتقدير، واللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء واحفظ بلادنا الجزائر. ومزيدا من مثل هذه المبادرات التي تنمي روح المواطنة والتكافل.